ازمه مجلس الاداره او الجمعيه العموميه او حضرتك الميزانيه اللي هتطرح، ما علمته انه يوم 15 او 16 في جلسه لمجلس الاداره هيتم الدعوه لجمعيه عموميه قد يكون من بينها انتخاب نائب رئيس للنادي خلفا للراحل الكبير اللي هيظل محفور في قلوبنا جميعا العمري فاروق السيد الوزير ونائب رئيس النادي الاهلي السابق. يعني هل بالفعل بدات التجهيز لهذا الامر يا باشمهندس؟ والله بص، احنا عندنا 30 يوم او 35 يوم قبل الدعوه الجمعيه العموميه ان احنا ندعو يعني من خلال مجلس اداره. احنا عندنا فعلا اجتماع مجلس اداره الكابتن هيحدده يا 15 يا 16 اكتوبر، وهيتم فيه مناقشه هذا الموضوع. وبالتالي هو احنا طبقا للائحه لابد ان يبقى فيه انتخاب للمقعد الشاغر، ولو اني يعني لو خدت سيبك بقى من ان انا مسؤول أيوة. او ان انا امين صندوق او ان انا مسؤول جوه المجلس، انا اتمنى ان تكريما للسيد الوزير الله يرحمه العمري فاروق ان هذا المنصب يفضل كده زي ما هو خالي حتى نهايه الفتره، لان برضو انا عايز اقول ايه تكريما لي، لان يعني احنا النهارده يعني كابتن خطيب هو يعني الحمد لله المجلس ده مجلس مستقر جدا، والكابتن مكلفني ان انا بقوم باعمال نائب الرئيس عندما تبقى يبقى مطلوب. انا اتمنى اكراما وتكريما وحفاظا على استقرار مجلس اداره النادي الاهلي ان احنا ما حدش يعني يخش هذه السنه، لكن لازم احنا نعمل انتخابات، وبالتالي الموضوع متروك لربنا. انت يعني انت قصدك انه يظل اسم السيد العامري فاروق نائبا لرئيس النادي الاهلي حتى نهايه هذه الدوره، وبعدها تكون هناك انتخابات فيها رئيس ونائب رئيس وامين صندوق واعضاء مجلس اداره كنوع من انواع التقدير والتكريم والاحترام لاسم الراحل الكبير العامري فاروق. انا فهمت كده صح؟ مظبوط 100%. مع ان كتير قالوا ان خالد مرتجي بيطمح في منصب نائب الرئيس. مرتجي لو رأي الكابتن طارق سليم رحمه الله عليه قالوا له اقف بواب على بواب النادي الاهلي، خالد مرتجي لا يطمح في اي منصب. خالد مرتجي كل اللي يطمحه ان النادي الاهلي يظل واحد، وان خالد مرتجي جوه مجلس بره مجلس مع الكابتن محمود الخطيب. انا بعتبر محمود الخطيب يعني الكابتن محمود الخطيب ده بعتبره اخويا الكبير، وهو ده شايل يعني مش عايز اقول شايل على من يعني حائط صد كبير جدا. اسم محمود خطيب شايل كتير قوي، ناس كتير مش حاسه، واتمنى له الصحه والعافيه وان هو يبقى موجود دايما مع وسطنا. واتمنى ان استاد النادي الاهلي ينشا في عهد امتى بقى؟ امتى بقى؟ انا مش راضي اسالك السؤال ده. كان حاجه بس عايز اقول قول، عشان لو حصل ان هذا الكابتن محمود الخطيب مش بقى وفع يعني عمل بمجلسه سبحانه وتعالى وبفضل جمهور النادي الاهلي وجمعيته العموميه اللي ما اتعملش، كل في عهد محمود الخطيب مجلسه دي تبقى بتالي حقه علينا. رجل اعطى للنادي الاهلي من كدر بيقولوا من كدر ملعب الكوره الى رئيس النادي الاهلي، حقه علينا ان احنا نحافظ عليه ويكون موجود معانا بصحه وعافيه، وان شاء الله باذن الله استاد النادي الاهلي يبنى في عهده كرئيس مجلس اداره مع مجلس اداره.